البطل المغربي الصاعد ريحان العقوي رأى النور يوم 23 أكتوبر سنة 2007 بمدينة نيو الفرنسية، وينتمي لأسرة رياضية تنحدر من مدينة أزرو أطلس المغرب. عمره 14 سنة ويدرس في السنة 9 إعدادي بفرنسا. بدأ مشواره الرياضي قبل 3 سنوات بنادي نيو بفرنسا، والنادي الرياضي ألعاب القوى بمدينة أزرو، وينتمي لعائلة رياضية، حيث سبق لأبوه سمير العقوي ممارسة الرياضة، ناهيك عن دعمه هو وأسرته لابنهم ريحان العقوي من أجل البصمة على أحسن مشوار في مستقبله الرياضي، ويشرف على تدريبه البطل المغربي السابق محسن الطالب ابن مدينة أزرو بطل المغرب في العدو الريفي قصير، وصيف بطل المغرب في مسافة 1500 متر على هو توقيت قدره 3 دقائق و38، ناهيك عن فوزه بلقب بطل المغرب في الماستر ومشاركته إلى جانب المنتخب المغربي في بطولة العالم تناوب طوكيو سنة 2005، والمركز الخامس في بطولة العرب مع المنتخب الوطني المغربي. ريان العقوي حقق العديد من الإنجازات في رياضة أم الألعاب التي يعشقها حتى النخاع، حيث شارك في بلده المغرب بمدينة بوميا في سباق جهوي في مسافة 2000 متر صغار السنة الفارطة 2020، وقطع مسافة 2000 متر في زمن قدره 6 دقائق و42 ثانية، ثم شارك في أكاديمية محمد السادس إفران في مسافة سباق 1000 متر، وقد قطع المسافة في توقيت قدره 3 دقائق و6 ثواني. هذه السنة عرف البطل تطورا كبيرا، حيث شارك في أكبر ملتقى في فرنسا ملتقى سامغ باريز، حيث حقق المركز الرابع في مسافة 2000 متر ومحطم رقمه الشخصي 6 دقائق و5 ثواني، وهو أحسن رقم جهوي لمنطقته نيو، وهو بطل جهوي في فئته، وقد فاز بسباق 1000 متر نيو محطما رقمه الشخصي في ذات المسافة في مسافة 1000 متر قاطعا مسافة السباق في زمن قدره 2:49. ويطمح البطل الصاعد ريحان أن يشارك في بطولة فرنسا يوم 23 من أكتوبر المقبل في مسافة 2000 متر، وأن يحقق إنجازا رائعا بها، ولما لا الفوز في أول سباق له هذه السنة. ويواصل البطل الصاعد الاستعداد على قدم وساق من أجل البصم على نتائج إيجابية، خصوصا وأنه يعسكر في جبال إفران العالية، وكله الطموح في أن يحقق نتائج رائعة من أجل البصم على أحسن مشوار في قادم السباقات والأيام، خصوصا وله سباق في العدو الريفي في أواخر شهر أكتوبر، ناهيك عن مشاركته يوم 14 من نوفمبر في عدو الريفي آخر. العقوي ريحان طموحه كبير في أن يكون بطلا من العيار الثقيل، وأن يشرف وطنه في كبريات المحافل، طموح مشروع ولا شيء مستحيل ما دامت هناك أسرة رياضية تدعمه وبطل سابق يوجهه، فكل التوفيق لك يا بطل في قادم المشوار.
برافو. فدعني على العيش سيد مزيان يلا بارك الله عليك يا إبراهيم. الله يحفظك. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله اليوم درنا واحد حصة تدريبية ديال حلبة مطاطية يعني دلا بيست هنا مدينة إفرام هي عاصمة التائم. كيتواجد معنا العداء البطل الفرنسي الأصل مغربي الأب وريحان العقيوي اللي هو كنصرنا على التدريب ديالو وصديق وأخ الأب ديالو اللي هو العقيوي سمير. وجا هاد المرة جا أنه على مسار شوية الكونفيرمون أنه جا دار حصة تدريبية هنايا كيما كنقول هنا في التيران ديال إفرام. والحمد لله دازت هاد لاسيونس دازت سيونس مزيانة رغم انه هو تيسكن في الديار الفرنسيه في مدينه ليس لها ارتفاع كمدينه افران يعني كتواجد في مدينه نوايون قرب مدينه باريس العاصمه الفرنسيه. وهنا كما تعرفوا لالتيتيود الحمد لله وانه استطاع انه يمشي بدقيقه 4 دقيقه 5 في 5 ديال لي 400 ديال 400 كما سي الاخ ابراهيم. والحمد لله نتمنى له التوفيق لان عنده في المواديس في التالي ديال المواديس انه عنده دي كومبيتيسيون شامبيونات لي ميتينغ وان شاء الله يجي مع الدخول المدرسي ونتمنوا من الله يعني لعبت بعض السباقات الحمد لله كاين اللي درنا فيها نتيجه كاين اللي ما جابش فيها الله وان بليس دو سا انني سي ديجا كنت مساعد ديال هشام قروش حسو صلاح جزت في الفريق الوطني مثلت المغرب في الالعاب العربيه في المغربين في لاجيري سي ديجا لعبت في طوكيو في اكاديم شيبا لا كوب دي موند دو ماراثون سيرلي ولعبت وكنت مقيم في الولايات المتحده الامريكيه. دابا كنتمي للنادي الفريق الفرنسي في ميدس اللي تيصر عليه الصديق ديالي هو الرئيس بادر هبدوس ونتمنى التوفيق التوفيق ان شاء الله لجميع العدائين المغاربه سواء في المغرب خارج المغرب. وتنشكروا الحمد لله الاخ البقالي اللي جاب لنا ميداليه ذهبيه في الالعاب الاولمبيه ولمال ان شاء الله لهذا البطل الصغير ان شاء الله يولي كبير ولجميع العدائين والعدائات. جيت هنا لافرام باش نبريباري لشامبيونات فرنسا في 23 اكتوبر ان شاء الله بعدا نلعب هاد الشامبيونات فرنسا مزيانين وعندي واحد الكومبيتيسيون موراها اللي في اسبانيا وموراها عاوتاني عندي واحد الشامبيونات فرنسا في الكروس ان شاء الله. واش كتبع العاب القوى المغربيه كتفرج في الالعاب الاولمبيه بطوله العالم شنو كتمنى تكون في المستقبل ان شاء الله؟ كنتفرج شويه في الالعاب الاولمبيه اللي بقى لي دابا الاول في تروبيسيب كنتمنى ان شاء الله نكون بحالو ولا ان شاء الله علاش لا. السلام عليكم سي ابراهيم كي داير مولاي بخير وهاد الصدفه ديال الصباح الحمد لله وجمعه مباركه للجميع. بهذه المناسبه كن نعزو الاخ رضوان الصديق ديالنا بوشمال تنقدم لكم العداء ديالنا ريحان العقيوي والاب ديالو اللي هو سامي العقيوي. بنضيفوا واحد المعلومه ان العقيوي ريحان هو تنتمي للنادي الرياضي أزرو الألعاب القوى اللي هي مدينة الحمد لله معروفة بالارتفاع قرب مدينة إفران العاصمة الرياضية. وريحان العقيوي كما قلت كينتمي للنادي الرياضي أزرو وكينتمي للنادي الرياضي الفرنسي السينوايون اللي حرز معاه على الألقاب بطولات سباقات. جمعة مباركة. شكرا سي إبراهيم. Et en ce jour, j'aimerais porter toutes mes condoléances à Redouane Bouchmel. Aujourd'hui, on a Ifrem, on fait un reportage avec mon père et mon coach Marcel Palais. J'aimerais remercier mon club CSA, le club d'Azro, et mon club d'Assenoyon avec les entraîneurs Thibaut et Xavier. Et j'aimerais aussi faire une dédicace à ma famille, mes frères, mes parents. Et mes grands-parents. Merci.